إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو قبل أمي كتابك العربية بين يديك جزكا صدحات حاشدة بقولي الشنية لباطن القاعدة قاعدة دي أيان كهال لأن حاجة ميزانك صرفك أهيد أما قندقة أولي هاي أحرف الميزان حروف توحلقو ميزامة ألغو عبره الوغو قياسو ارايادا السرفي ميزانك حق سرفي سرقوينتا كلمدها عربيد هي حروف تاوح لغو عبرا وحيهين فا عين لام هرطا ساسا لغا عبرا وفعراء اما فعلا اما فعلا هنقطو اما ها ايادها لغو على عليها هرطا صدح دا حرف بالا استعمالها فا اي عين يلام واك ميزانك ويوزن وحا لغو ميزاما الثلاثي فعل صدح دا حرفة المجرد إيوح زيادة عن لحين بوضع الفاي فاعدة وحالة لديها أرقى فاعدة لديها مكان الحرف الأول حرف الكوبات هل كيسا لديها والعين عينتا عين الشيق والعين عينتا وحالة لديها مكان الثاني حرف غلبات ميشو كي يالو واللام اللامتا وحالة لديها مكان الثالث حرف غسدحاد ميشو كي يالو مثلا المركز الدولي سنة الضربة آد ميزان وصميصو ضاد كفاء باليرا راء دنا عين باليرا باء دنا لام باليرا محاسبة لو بحي ميزان كيدا ايا صدح ذا حرف كوبن او فعل اه دبدنا ام ضربها دي لو غوداه و خا لو نيا مثلا وا مفتوح العين ومفتوح الفاء والعين مثلا فاديد و كردبنت هادي لو غوداه كلمه بلوغا لو جيدا هادي لو غوداه عين كيدو و كردبن يحي و خا لو جيدا حرف دخا حدي بعض الأقول هذا أدل أقول هذا لام كنا وحرف أضم بيا مركا أصل ب ميزان كا فأي عين يلامه تبعنا مركا هكوك الضمن مرة بدنا القرآن ده عين تي دوا سه أما عين تي دوا بكتا أما عين تحركة سيلة ده أما فأي دوا حسيلة ده مرة بفأي هدي له حرف كوباد ونقاضه نوع الضمن به هذا فئة الحرف كيسو هدي فأي بلا قراءة وحرف كوباد عين هدي له وحرف كده لام هدي له هذا نوع حرف أضم بيا دبيدنا سيدا أسعد الله سعون إيسا واللام مكانة ثالثة لام تحرفه قدن بيا لديها هالكيسة واللام مبال عرني حرفه قدن بيا مثل لما هدو يهي جعل هدو يهي جيم كوافة عين كواس كوبية كمان هو عين جعل لام كواس كوبية كمان هو اللام هذا لكن هدو فهم يهي يدنا فأدي بس كوبية كمان هو وافة هادو نوا عين اون ميم كنا هو اللام اون هدو جلس يهي كسو قاد جيم كوا اللام جل لام كهالك كتيرة وعين سين كنا ولام يعني مركها فعلهم بلقو ميزام اليوم وتزاد وحلقو ترى لام ولام بلقو ترى إرادة في آخر الميزان ميزان كأوف على أتصالهن هل كده تنبه وحلقو ترى لام خلي للمجرد فعل كأن زيادة لحين الرباعية أفرت حرفها كل كل الدنيا إلا ميزامه لام خلا لقو ترى يا هم حلونا يا دو فعلها فعلها يا لونا يا oo waxa laga laba laamood ba laga dhigaya saddex raj oo kale marka la sheegayo oo kale wallaamaani laba laam ba lagu daraa lil khumaasi ficilka khumaasiga ana saddexda aan soo sheegnay fa iyo cayn iyo laam ah marku ficilku san xaraf gaaro oo ismasiid noqdo waxa lagu daraa maxay noqonayaan laba laam iyo saddexdi eeg marka saddex laam ba ku jiraya oo marka wara fa iyo cayn iyo laam booha labana waa lagu siyaadinaya dabeedna saas ku noqonaya shan وتضبط والحركة يا هذا أحرف الميزان في ميزانك حركة دي سوى حوية على حسب أحرفه على حسب الضبط أحرف الموزون وعلى جوه سأطلع يا حركة موزون كله يحي أو ألك وككرنا ميا ولا ككرنا ميا ميزانك ميزانك سوى اسم بدله حركة لقى كودنا ولا كودي هل كرنا بينه وكرنا بينه هل كوست بينه وكوست بينه مثلا ما كرنا ضف على ووزن بلون ميزان بلون هذا ميزان
هذيل هذا ضربنا موزون ضربنا يا وكل ميزامي مركا واحد لسه عطاه بكله يهي حركة فعل واحد لسه عطاه أون حركة ضربة هل كي يسكب بدي شبو يسكب بدي ليش أو مركا إما كتاعي مثلا ضربة فعل بس وقاسة هذا الشريبة تاعي وعند الهوست أبو فعل ما ضربنا يسمركا ورا الله هوست أبو عين كله هوست ويا هذا كرمة تاعي أو كده حقدمو فعل ما ضربنا يا أو كم ميزان كأه ولا بدلاه وحول الله صعد الله كان قالا قلبك اللي ميزان يفعل كعادي كأه يسوق ما بطل ميزانك وفعل 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 الله وحق أرسل أنتوا دولة ميزان دولة كنتم ميزان بلا جارسية وفعاش لكن ميزان ولبا أنت هاس أو كلمة دوت يكسو أروي فعل وحق كسو أروح الله وحي فعل ثلاثي أه صدق هذا حرف كرد بيجي رمبا كسو أروي يكسو أروي فعل كتب مثل كتب ضرب قتل ولي جابوت يستقوم مركا وفعل ونوى ميزان لكن فعلك الميزان يا موزون كلا لو تربدين حركة كل بموزون كقول لي هاي بميزان كنا يلا يابوك ويستوي دبوس عونسا وهذو مثلا ضربية هاي فعل بالعونية هذو شربية فعل بالعونية هذو كرمية فعل بالعونية يستقوم الله تشان قاعدة يعني وإذا كانت الكلمة تقدم كلمة تهديت هاي مزيدة بالتضعيف هذي شد لغو الدروس وشد زياده كتره ضعف الحرف وحل الله بالله لا لشدا حرف المقابل أرقمة له أفرزه له تضعيف كتره كلمة في الميزان ميزان تحديث كلمة كبه يغنبا إذا لشدا يا بكر إلا الميزان كوالا بدل يا إساق موزون كسي كسي سوء صعلا سوصالها مفرزة سافر صعلا الله معنا عفوا علم بالي وبرأي لام كيبا لشدا وموزون كيه هذا ما حلونا يا فعلنا فعل بلونا يا إذا هل كلفت ذي بلاي سديا كف حاجة يا وام حي وام موزونك وعلمه ميزانك مرة ربوح ولا كان قاضي يا موزونك ولا جب بيجي ياهم فعل بابك حلونا يا يدينا وإذا كان هناك زيادة هذه ترتفع الكزيادة كجرتو هناك هلك وهلك فعل هذه كجرت زيادة ديارات غير تضعيف وأنشد حين ودعوا حلا دجا الزائدو كديارات كأ مكانه ماشي سالك ده قال كوكا جيرو في الميزان ميزان كده حديث هل كوكا جيرو موزون كميزان كده لجيريا أفرس أطالك هاي وإذا كان هذا هناك هناك هذا جيرتو زيادة ديرات باكرة فعل كي موزون كهاب على قدره أقدا إلى ميزاني غير تضعيف زيادة شد معها ودعوا حلا ده جيا أزايد حرف ديرات كا مكانه هل كوكا جيرو ميزان هل موزون هل كوكا جيرو هي في الميزان ميزان كده لجيريا وفرصة فعل القوى محيوة صافر ألف زيادة أبا قرأي وموزون كي كاسي هل كاسي لكي قرين إياه وزن كان ميزان كان وامحي فعرب الله نمركا لكن إياه وفرصة كاس زيادة ده سيدي سوء قرنان إياه ومارت ألف سيدي سوء موقان إياه سين كي فأبا لك عبر وضغتا فأدي هوري أسلق أهيدنا وحا لك عبر يدنا صفر بأي حيث وماها وحا لك عبر الفاء فادنا الله بالغ عبري لكن ألف مرتها محا ألف سيسا الله وقريا وانا دوغا تأينو زيادة يهي وانا أصل كي أهين وفرسو تقدم بالغنة يعني هو هرم مري تقدم لبس زيادة كجرة مدوا تأرى مدنوا دال كشدن مركا تأل السيد بالغ قريا دال كمحا إساق شد بالغنة وحا الله قريا كي أصل كها بو إجيهي كي أصل كها أيو إجيهي أو دال كيرو شدوهي مركا ميزان كي وفرسات وكانه تفعل بالونيا تال سيدي بالونيا يدو ميزانك وحلقه دريا تاديا او سيدي اقرن لكن زيادة دن عينك كوشرته يا عينك اسلك هابا سوء كاضي ييقى مركا اشد بالغريا تفعل بالونيا مركا وإذا حذيف هذه لغا قويو من الكلمة كلمة دل ميزاميو حرف هذه حرف لغا شرو حذيف هو لغا قوين يا المقابل ككوب بيغن اغدا له حرف ككوب بيغن من الميزان ميزان كان ولغا شرو يا اوفرس هبة هو كلمة دي هبة وو باك قانو وهب ما كتب أسر كيد ودكتاي تاضر وو قاسع ودكتاي هبة بالونية مركه هبة نقطاي وفرس ميزان كبحرنا علا بالونية فأدي بقى إلى المقنع فأدي بقى إلى المقنع ميزان كنا هلك هلك كعب يقانو بالغة سعر ميزان كنا قم وفرسه قم سو قوام أسر كيس موهين أو قامل لو بدل لو لحد ما يهين أو فعل أسر كيس موهين مركا يقوم قم صوم نقول أمركي محلونا فل بالونا إلا نحذى عين كيبا مقنع
ميزانك عين كده حدا لقوليها إلا موزون كده بس على ميزانك فل بالونية وأمرك عين كده لسيبي على قصارية إلا كلمة دي بكم قيها هي قم ميزانك ده أم حي وفل عين كده ما خل يقضي أفرس يقضي وحكم افعي بالونية افعي أو يقضي محيك كمان تقضى صومي هين همزة وزيادة وفعل أمرك أيها كيري سيادة دي بسيدي وزن كالوغو تري ألف وسيسي بوكو تريا هذا أنت أصلك هيد محا كمغان تواحا مغان ألف يود بيوا مغان ألف محيو تاقنا لامكي لامكي قو فادي عينكو قرى صورة كزيادة أهي ألف كأنا سيديسة وقطر افعل أمرك أقول نقرس توزلو الكلمة كلمة دوالة ميزانة على أصلها أصل كيدو خلال الميزانة سيئة هيد قبل الإعلال والإبدال أنت أنا لقصة من إعلال يبدال إعلال وإن الإعلال مثل لمك قوينت وإعلال أربع لقوي إبدال كنوا حرف حرف لو بدلي استبرع أو كرص من ناس استبرع يعني حرف مرك حرف لو بدلي إبدال بلاه أو سي سي أنت لقبل الحرف ما لقبله هذه مثل لقوي أو كر الإعلال كم يدي هاي أنت أنا مثل الإعلال يبدال من لقصة من يعني حرفنا اللي بدلين حرفنا الإعلالين أيه يا ميزان كلا سمية سيدوها هذا هو تدريب واحد زين ميزان صار الكلمات الرياضة التالية تأسس صعودا مع ضبط الميزان ميزان كان حركة وميزان كان حركة بالشكل حركة صار ما تصومها وفعل وموت أبو أصلكها مقام صومها ومفعل سو ومستر ميميا أما ذا في ميرون القنكرة قضاء صومها سو وفعل اندلق وإن فعل يسود صومها يسود بها ويفعله سن وامحي وفل إسقنا وكيمك قم وكله عين تيام مقام إحمار وإفعال بالعنيتا استخرج صومها وإستفعل انفتح صومها انفعل ويا سعد وفعل بدر وفعل واسع وفاعل تسابق وتفاعل سلة وعلة والدعوة فعل فهم وافعل اقشعر وافعل لا تلطف وتفعل ميزان ذا كيم كله تدريب ثاني هات كلمات لك على إريو للموازين ميزان ذا التالية صوص عطا ميزان ذا بأمك القرآن واحد كأنت كلمة هي الميزان يفع أفعاش عادي هاي الكلمة هل كان قرد أنت هل كان ميزان كقرن هل كان ميزان كلمة حقنا تقول يساب لي فعل هذا أنا نوا كرم أوكله كيف بقوله فعل رسومها دحرج أوكله ويا عي أو مارتي عي أوكله وميزان في باك من دقون كرتا وحنقول ورتا مارتي عي داسي لي باك من دقون كرتا أو فعل مرة أو كيف هذا من الولاية عيدا لفت هذا من الوعاية باك تماطة أو إلالي يمت مارتي مدنا وحنقول وإلالي قيأ خلال شيء قبل أن نقرأ تواضع أو إلالي ومن الوقاية كتير لي من الولاية بكتير ما ده عين من الواحد كتير ما ده ما أرتى ويرين ته تاسو خلال سوق أنا كلام فعل الله صمورن أو كله يدري فعل الله ميزان كذي كن عل أو كله ميزان كذي كن أو يدنا واحد كم قانون دفاع دي ما مقر افعل واقدر يصمر يفعلون أو كله ميزان كذي انفعل وانفصل فل وقم أو كله انفعل انفعل مياه اوكل كان استفعل واستخرج فعل وسلم اوكل فعيل وكريم اوكل فاعل وضارب اوكل مفعول ومضروب اوكل افتعل واتصل اوكل علة ومارتي هبة اوكل افعي واترسم واقضي اوكل مركانك وانا موزونك كيم بول تنوى فهم المسموع وحي لدقيستين لفهمه بعد أن استمعت مركز دقيس تدب إلى نص هذا الكود ومن عجلت يا شريتك أجب على سنة التالية سؤال هنك توا مركز دقيس تو يا سؤال هنك توا مثال أو تصبح كل حرام تاعي إلى دقيس تمر كل سؤال واحد العلماء وصواب تطور الأممي علماء أقوياء هنكو وصوابتك أنت إلى أمضوا هرمران هذا أمضى أقوياء هنك يدوب الطهرمر بيجارن اثنين تتأخروا دبوا دعاء أو دبوا دعوة خدعة ألمهم دبوا دعاء أمضوه إذا هجرها ولا ماوها هذا كعان أو كهيامان أو كتجان ضد كأقويهن كيدو أو دلالك كلاود أوفان
dib u dhac baa ku dhaca ummada waayo dadkii aqoonta aan lahayn baa isu hara dibadda ummada ma hagi karaan mana horumari karaan ثلاثة رفضت الدول العربية ويدي دولتها عربية قبول العقول إنه قرادان ويسرد ويان عقلية إيه قرادة إيه قونتا المهاجرة أصو قحضي أصو بركة أصو رفضي إليها إيه حقو دو إيمي إنه كراميان ويسرد ويان كفايدة ويدينين أربعة التطور العلمي هر مركة حق قونتا الذي تم كاسو قد رمي استرمي وكهر قرى كهنا قاضي في أمريكا دلك مريكا كان بواسطة أبنائها dadkooda ayaa dhisay dadka ay reer Mareykan baa dhistay oo marka waxa dhum kaliidood cid waxba lama qaban taas waxaan soo maray waa maya dhamaan waxaan wada haabay yihiin hore oo dhami waxa weeye maya oo ummadaha la dhisay aqliyada binaadanka dhabay urursadeen kaliidood maaha khamsa yufadil abnaa dawl iyo waxa isla yimaadaan aqliga garaadka ummadaha ku hanan lahayn ay la yimaadiyo maamulka ay ku hagi lahayn laakiin dhismaha iyo aqoonta waa la dhisay خمسة يفضل أبناء الدول النابية وحيتعليه الدور بذا يعني دول ضدك خد شيء ضدك دولتها سوكرية ضدك خد شيء يا قونت ليه وحيتعليهن العمل في بلادهم من ذلك وذاك شقيان وحكر يسنس عشان دو حدود هاي تاسوك لأن أنا يتعلي وأكتر قال أنت بدن دولتها سوكرية ضدك خد شيء يا قونت بدن وهاي هذه الشيء روح لكل مان عدد سياسيين وح لكل مان هذه الشيء تكور وح لكل مان دنيل الآن دقارهم أقوم ضرّه حياة بدون باود كذا كل المواد وأنو كتجار. ستة يهاجر ويكبرك عن العلماء وضد كأقوياء هنكي من الدول الغربية. دول ده هيك البلد كي مريكان كي يوروبا كلا ويكي مادن إلى الدول النامية وحي مادن دول ده السوكرية. تازي أنت بدن وح أقول على إني يقال الله تقو إني لقي مادا ويرتاج. سبعة لا يعود المهاجرون كم صن قنيان ضد كأبرك عي أما أقحي. المسلمون المسلمين تهلك وقحي من الغرب من الغرب لا يعود المهاجرون المسلمين من الغرب إلى البلاد تلك قحي مسلمين تهجروا وضمدر هي قلبياتكم كما إيمان أيان من الغرب هي قلبياتك كسر نقول ما أيان هلك وقحين وكم صن نقول إلى بلادهم وضمدر وكم صن ديب قصر نقول ما أيان تزوجوا بعند إلى كده يستعجل ده يلا مركا شوفتي ذا القادرين قار صن نقول أنا وجهة رأي بدون صن نقول وجهة ثمانية هجرة العلماء إن علماء ذي أقويهم إن دوافن ويدلكوا ذكية عن ظاهرة وعرفن بعضي وقديمة هروتشي ترتفع العالم أدوية بقى تاسي وظاهرة حديثة بقى هاي ورسوم رأين مقعوس بقى هاي كل عشرة دار مهمة لجريسو تدريب ثاني اختار دوره الجواب المناسبة جواب تميش كوها بون دوره بوضع دائرة هذه هو جواب جلية حول الحرف الصحيح حرف صح بقى حرف صح لو حلو بجيدا حرف كوها بون جوابت حرف كان معنى سنوام حي جواب والبحرف فهريا له هذا حرف جوابت صح لطعي كوبة قري واحد تخصص وحي أقاري يا شي الولاية المتحدة دولة دا ليلة هذا مرايكنكو أما يعني قبل الله دمي دوبي مثلا سيد الله معنى الولاية المتحدة قبل الله دمي دوبي الأمريكية مرايكنكو من ميزانتها من ميزانيتها 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 لقال سنديتك أي سميسو وحي أقول تلقى شيء إذا بحاث العلمية علم البارسة وحي أقول درتها ميزانيتها ويدولد مركورة وقول تلقى شيء واحد من ألف سبعة في المئة بقول كيبا تضبات ميزانيتها دو أضبطا بقول كيبا تضبطة سبعة في المئة أما فعل سبعة بالمئة بقول كيبا تضبط واحد ما يكون بحساب ب ثلاثة في المئة بقول كي بستدح الله هذا مثل البحث دين له يقول ميزانية دي روح نقال سوحان القياس كري جي ما ينوى 13% بقول كي بستدح يطور ميزانية دي دل كماريكن كأوردن بقول كي بتوضوع علم بارس بقول كي بستدح 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 يطور عشان ده لقى قادر إياه تايد هاي سؤال سألقه ويديني اما كو يرتع إنك إن لو سمي يبع علم بارس بقى ميزانية حضان علم بارس ميزانية لهين خرمرك ويرانا يا جبجس ويوح الدراسة يوح فكر عصوبة لسوكر دينيو يمارتي قرشابا كرنبا حضان رقالبا اللي قلت لقلين عدنا الله صارين عد الله حل صارين أنا كرنبا قرشابا كما كرنبا خرمرك إلا علم بارس يترازات قواك ومدها صحان كأ إلا ضبقره مركا مبتش ربا ميزانية بعد ما سمينزو
يتنين تخصص وحي أقاري لأن الدول العربية من ميزانيتها ميزانية دقالها وحي أقوط لقرين الأبحاث العلمية علم بارسة دولتها عربين ألف يتنين 5.2 بقول كيبا اللبية برد أي أقوط لقران ب 1% بقول كيبا كو جيم 2 بقول كيبا 2% بقول كيبا لبعض تابع عشان يدعى عبدين إذا أنت أقوط لقرين ثلاثة أكثر الدول التي تجذب العلماء دولتها أبو بضان علماء السوشي تيدل كيدا لطاقو واحد هو بريطانيا ودلك لا إله هذا مارتي إنجليزا با ألمانيا وشرملكا جيم أمريكا وأمريكا واحد دولتها إسلام هو كتير مثلا صدق حصلك لدورني يعني تتكلوا هاجروا علم غمارة إذا قوينها كا قلا يدورنها نقدان قرر يدورنها كي مهدان مدى بدورها هذا هو كوي قبصاري وتتكا قون تلي أربعة أقوى الأسباب سببها أبو أدق أبو حوق بضان التي سببها صوت تؤدي كينا إلى هجرة إلى هجرة العقول الإسلامية إن أقونت إيا عقل جين قرار كيا أقونت مسلمين تو أي قحان ويدلكو ديك كعان ويقحون تكون قدان ضلال كري سببها أقوى هو إنه كينا وحا كمدا ألف الأسباب السياسية سببها حق سياسة سياسة دي أول مضح بناني وضط كده باتكو أقونت لها ويد كي سنك روايان با الأسباب المادية سببها حق نقالها جيم الأسباب العلمية سببها حق أقونت أهو أقونت أدلكو دي كويا وعلي علم باريس بكي هلي علم قولين أنا كيسي ودي كريم وأنا صمر صدح دبوه يجري حق سياسة دو عادة اسكاه يستو وأنا سياسة دي مضح بنانين نقار حمو أنا هلين وحا يكون ولا أدان إيو أقوان دره جرتو أنا هلين يعني ماله أي وحبو باري لهايين إيو علم أي وحكب باري لهايين حيسن لكن والاك لدورنا إياه تأووين بأمك اللي قويري عشان هذا عدينا سأل خمسة أكبر الطبيب دخترك أووين يا متخصص كو تخصصي قارو برتسي قارو محي في أمراض القلب عضونا ضوضناها في لندن تلك مقالة لندن اللي هذا عاصمة إنجليزة دخترك أووين إيه تشوغا برتي علم كو السابسان عضونا ضوضناها ألف باكستاني واني باكستاني با بريطاني واني إنجليزة جيم جزائري ونسهل الجيريا ثانو بحاجرة دلقاء غانين سب ستة بلغ عدد العلماء المسلمين وحو قاري ترادة ضدك عريقويها كا مسلمين تا المهاجرين أبركعي إلى الغرب هاي قلبيت كتغي أما مرأي كان هنقوط أما يورو ألف 10,000 عالم طبان كن أو عالم با حقا كن بقان أو مسلمين وأقويها نضغو سرية با 100,000 عالم وابقل كن وأقويها جيم 1,000 عالم واكن وحلقة دورنا تانا عجلدا سبعة وفر واحد دياريين وهرجليين على الضباء والخاطرة المسلمون المسلمين تا الذين كواصوا يعملون كشقية في أمريكا تلك مريكنكا إن شاء إلي أبو وران عريان لسان ألف 20 كلية طبية لباتن كلية دوت أما تشام عضوت وحق عافماتك 15 كلية طبية ما واحد دياريين شنية ثمان كلية دود أو عافمات خونو قارة جيم واحد دياريين 30 كلية طبية صد شام عضوض وعافمات خونو قشقية ثمانية المصريون دكتور هير مصر وحنو مرينا حاشة طبية لبات بقول الطبية لبات لينك وقودهم لبات 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 ثمانية المصريون دكتور مصريين تا الذين يحصلون قواصو هلي وقاري على دكتورة قاطي من أمريكا ذلك مريكا قلي تبيي ومركا دكتورة أنا قاطي مريكا قاطي يا خير مصر ولا شيء يعود ألف يعود أكثر من المصر انتو دوبر مصر بيكو صنع قنيان وهي هير قالي دكتورة با يعود أقلهم إلى مصر ما انت وغير با صنع قنيس جيم يبقون في أمريكا ما با صنع قنيا مريكا بيتشوغيا وحيوبدي انتو دوبرين آني صوبان نقوم با وضعتك مصر كتغي وحبرشة أتغي يقول يهن أقاطي شهادة أغسر رئيسة دكتورة فليل ثالث حيو سوى نقول لها ماذا كسوى نقضى بني حيسن ماذا كسوى نقضى أيانا حيسن واحد نسيان قولك لكي نسيان قولك مراكي كبير نسيان أجب عن الأسئلة التالية باختصار كتشواب سؤالها صوص عضا سيكوبا ألف واحد متى تتقدم الدول قارم الدولود هرمان وتتطور قارم هرمان سمايان ويسبدل هركعة هي هرصعدة قارم سمايان
التنين متى تتأخر قرمة دب وتعالى دب سعود أي قرن الدول دولته والتخلف دب واسمع والتخلف دب دع قرمة قرن هذه أمن الوايو عدالة الوايو وسنان الوايو أقونت الاحترام الوايو وحي ما تدب دع أي ما ده هذه عدالة له وأمن له وأقونت الاحترامنا سنان أمضى يلتنا هرمر بأي ما ده ثلاثة متى قبلت الدول العربية قرمة أقبلنا أقولادين دولتها عربين فجرة العلماء إليها إن أسوق قحان وأي مادام ضدك قويها كي دل كذا يعني يقولون وقت أقبل ما ماهينه أربعة لماذا يهاجروا محي أسوق قحان العلماء ضدك قويها كي محي أقتغان محي أقتغان من الدول النامية دولتها يعني سكرية كوها كاملة سياسة حمارة كاملة مامل كأو عن هبا يستنبا كاملة دقالة حمارة كاملة أقوان ترى شرطة كاملة وما أنت قفك أقوم في عن صبر تدل كينن إهلك إيه مادام أقوم تيس كمشة قينة سماش كبيرة مدام ده وقريا يوم ده فعلا تاني أقوم تعود ميش كوبا بين هالك على جيس قين كريو طن واحد قلنا كمان سياسة حمو أن قفك ميش كوبا بونا لجينينين بعد ما دقال حمو واحد قف أقويها رقل ما ألفينينين خمسة ماذا تقدم الدول الغربية محيسيان دولتها رجال بيتكم للعلماء يدتك أقويها أنك المهاجرين إليها يوي ماذا دورت أمني بيسيان كل كوري دل شدينا ويسيان دلك شقنا ويسيان وعقل ويسيان أقوانتي يهل قصي ودرهان ويسيان وعيسي وحك سلوب باهية هاي دبادنا وي ماران فقول كيبا حل لقما يا أبا إن لقوع علي يساق فهيدا كسو بحضا أقوانتي وقول كيبا سلالي 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 قادنيا ستة كيف شارك العلماء سوى قيم قاتل ذاتك أقويها كالمسلمون المسلمين تاهي في بناء الحضارة الغربية إن الإنسان البحن مدر هاي قلبتك تقول الله وحي مسكحي أقوان الله هارم باتك إبا ويدا ليس أيام لبنى قيمته ذي قاتل عندنا هو مدعي مفع عنا هاي سنة قوم هاي سنة وحي نسي أنه واحد دباته دلكو دي كنا قنطونا محارك يعني مام الحمد دلكو دي كتير يا كنت سبعة ماذا سيحدث محاخر دعا دونة للدول النامية دولتها السوكرية إذا استمرت هذه الشوكتة هاتو هجرة أبنائها إنه دات كده قونتا لأقحان إلى الغرب هي قلبها كينا كوية عان هذه الشوكتة إنه قطوة الشوكتة ويدو محاخر دعونا التخلف أي أخو دعايا يتأخر يأخو دعايا لو مدبا كبا حيساء قونتا رأي وعيسو علي أوليال إيه إسلام أحبا قرنين يعرور أحبا قرنين تدكي قونتا رأي تتغيان دولتها حمق رسميان تدريب رابع ولذلك أفراده لخص واحد صوك قبطة ما استمعت إليه واحد دقيسته إنه عشرة دمك ما هينه لقوا عقول لي ما كان دقيسته واحد دقيسته هذا واحد قسم يسات تقرير وربحين كوبا ومعنى ودنا حمبارسن قسم يمرك التعبير الشفهي وتعبير أمواه الأبور يعرس حق أفكا أك أفكا لقاو يدوت كتوابسه والكتابي وقرآن وين قنسه أو مثلا واحد كتوابه تمرك القراء القرآن أتكب حسوا جواب وحسوا أنا بكرة جواب كيف حسوا جواب تلقرية هذا اللي بيحسوا بدل يسق قرآن تعبير تدريب واحد تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك إسوي إذا سد أديك يا صاحب تاس سؤال يجواب أما ويدين يور علين أدي يا صاحب كان نشاط ثنائي بمرك أقولي وشق الله بقف قبرني أنا وادي يا صاحب كان واحد لماذا يهاجر العلماء محي أبرك عن أوقحان أقويها المسلمون المسلمين تاهي إلى الدول الغربية محي أقران دولتها الرئيسة بيات كوالوقتها ما ينجلس ياسيد بمر البويد بيستان مرك الدكتاتر يسكو أي تجران دل كود إيقو أوكي عيا واحد دكتاتر كوف هذي يشار ندق على ما أقونته أقونته لدق على ما ونك أقويها ونك فهم يقلت كور ووضو يا أولان يوار مدوحان هلق دايو دبنا كاسو عجلي قبضان سارا كاسنا فقط بو قلا من جلس ياسيد بره قلبات كويد يستاه دبنا وقويا دان أقونتي سيد دبنا كفا يستان تلم البلاد ومحي وضمض التي وضمض يهاجر إليها أي أهجروا دان أولئك العلماء ضدك أقويان كدلكو ذكا يعيا قلالك أويا عنواكي والبلاد الغربية كواس ما لغويا أقوان طورا مارون ولماذا محي أويا عيان محي أويا عيان محي أسرد ويسني ينكون محي أسرد ويسني أنا قونتي ذكا فايسني وعقوص ضلقو صوت طبعي ولقص وشقي أو بستل أو إلا مارون أي ماريان ثلاثة لماذا لا يعمل العلماء محيو الشقيين وين ضدك أقويها إنك المسلمون المسلمين تأهي في بلادهم تلكوا محيو الشقيين سواء حق السياسة حق القراءة حق النبضية ده هي حق أقوم طبعا أنتوا يسوقون شو سر
يوجتريا أربعة أذكر بعض أسماء العلماء واحد سيكتار تدك أقويها كأما قعيدوا دقار علماء ذا كم ذا شيء المشهورين عانك لغي قانو أسر كود المسلمين يا مسلمين تا لغي قانو المشهورين عانك أهل جيجو في الغرب رهيك البدر خمسة كيف نحافظ سنو لانكرنا على العلماء على العلماء المسلمين تدك مسلمين تا علماء ذا قويها كعلماء دونهم هاي قانو سنو لانكرنا وأذكر تايل إيرانيا واحد لوب هاي هاي إن كلامه دول إيرانيو دقاره دول إيرانيو أقونته دول إيرانيو أمريكا دول إيرانيو سياسة دول ما ضحبنا ناتو أركتي دول أي حرية هشوا أي دنيا فحاسين الهيران ما حول إيران ستة هل يسيرجع مصون قنطونان العلماء وضد كأقونته المسلمون المسلمين تاعي إلى بلادهم الأصلية دلل كود أصل كأول شن مية إيمان طونان تيامر كي يسبد الأركان بإيمان يسبد الكين ولي ممغو ولماذا محي أو إيمانيان، أما بحوي مواي، هدا إيمواين، واحد كسو هرتام بواين، إيمان كسو هاي جاكر. تدريب ثاني ليلة كلامات، قم واحد كوك عضاء، قم وصركع، يعني قم قبو، سمي محي بفريق مع فريق، يعني كذا مع فريق، هذا يقول الله قبنا يكوه من زملائك صاحب دار بمناقشة أهل أهم الأسباب، إن أتكد ضوضان بمناقشة أهم الأسباب، إن أتكد ضوضان سمي الضوضان، سووها وهم الله تي سببها صو تؤدي الاليسي او كنتي الى هجرة العلماء المسلمين ان دلك كي عام مسلم كا دلك مسلمين ان كي عام علماء مسلمين وي بدن تو وي لوغ نو كي عام ما خاينه اي او بدن ان دلك علماء اقويهن كا دلك مسلمين كي عام وا دلك رجال دلك كي عام سببها او مهمسان كشيكهيسته بل هدا بل ان حل لو هلو حل لو هلو وها قوي عيان الى الغرب رجال بلد وتا الى الغرب رجال بلد مريكا يورو نشاط الفريق وشقاء كوح القبنس وعكمل واحد الأسباب العلمية سواء حق قونتها كمله سواء قونتو حوي وحنا يصابرتين ميل أي كفوليان يلا بروتري أي كفوليان يا مختبرات أي كويستعمالان ما هيستعمل وكمل وعقلو كمله أما عدك فائدية ستبع قونتو ديو ما هيستعمل يميل أي كفائدية اثنين الأسباب المادية سواء حق نقالها مشهر كفلا oo qalma waxa ay soo barteen iyo wax u dhawmidna ma hayaan cusur ma gaarayaan bay soo marnay yaani boqolkiiba 10 ma gaarayaan waxay kiiliyaan ee galbeedka ee maarta dhaqaalaha dabadeed oo maadkiisa karaano kuma filaba daruuriyad fudud ma helayaan talaata asbaabta ijtimaaciye soo wax bulshada bulshada qudheedi kuma haystaan ikraam yasraf kuma helayaan waxa kale qabil asbaabta idaariya soo wax maamulka maamul xuma awgeed shaqadii baaban kale soconay waa laga yaabaa inuu soo maray inuu ninka caalimkiisu ugu ama aqoonyahankii muddo dheer in la meereeyo meel la magacaabo xilba in loo dhiibaba wadanka uu dhex joogo wax u dirtaba wax waayba tabeedna marka cid soo hadal qaad weeydo meel baa loo sheegi waayay dadka oo na ciyaarta iska tumanayaan oo aqoon lahayn oo dusha ka eegu la war meeshani waa meel lagu abaadi intaan adiga abaadi aan ka arad buu ornaya ila cid Allah u dirana saama jirti wuxuu ugu xunaa cilmiga marka cid Allah cid maasha la waayo أي وجود رأي علمهم، وعكبت الأسباب السياسية، صباح السياسة تاع يوم وجودن، وأركي يا مامو الحمد شرته، وقف قانونه بسلاطين، وحنا ورسين وهرم مرنو، مامو كسين هلقى هجاج، يسبدل هلا السمائي، ومدن وحقي كره هلا كير، كل كاب مامو كبا، أيه مركي شيش كثار يسق، كل كاب شيء بقرية، مركي اللي خارج هلقى يا ما، فكر دي فرد، عري هدول هذا حاجة، هدول هذا ورا قانتنا، ومدن وقف عيدنه، أو حاجاتنه. وحاجاتي بابا لغلطك على مشابه تبدل الفيه زوا خطر بقليه باب ليه كي بيها لقيه يقول صمد مقالي مكوح على يابا وقوضونه لقاله قيه قوضون بها لقاله قيه تبدل الدوار وفرده دوا فكذا صلاحة ساكينة تدريب ثالث لا يسكت الدحاد هل توافق مياه دوغ رعصانتها او لا توافق بسمر رعصاني ولماذا هدانت رعصاني محاد كل رعصاني وحال صوص على هدوي هدانت رعصاني محاد كديدي لشاد ثنائيون وشقاء يقوم على بقف oo labada qof iska jawaabayaan oo mid iyaga iswaydiin laba qof waxa iska jawaabayaan waahid yajib waxa waajib ayaa tacallama inuu barto adul inay bartaan adullaabo ardayda almuslimiin ee muslimiin tahay alculum alhadithata aqoonta cusub ee technology ga adduunada ee lagu barto halkii ku soo bartaan halkii fidwal qarbiya dowladaha reer galbeed ayaa waajib waxa lagu tiyaani waa laga marmaan waajib diini ma aha wayo waa laga yaabaa in loo baahdo xaq aqoonta markay tahay inaga inta badan akhlaaqo ma laga soo bartaa dadka ma faa'iideystaan لكن أقوال لبرتوا مهم وحلقة جهرية عديدة.
سأض عالم كان هرمري دي وحقول الجاري كرتو وحيل قدامه علمه إسقى وحال الحكمة الحكمة ضارت هم من أين ما أخذها وجدها حكمته وبعديها كم كان قفك مؤمن كأسر كيسة ماشوا كهلا وكقعتها إن الله خلق صبرته إسقى قفك إيمان كيسة دين تيسة إلى عشان يدعوه درا كف دنا ييج أو أنتوا إسلام كرا إسلامنا يا ولو بعين اثنين يفضل كثير يفضل واحد دور بذا يعني يجعله كثير فربضنا من الطلاب المسلمين كم إذا ذاتك أرددا يا مسلمين تي الذين تعلموا في الغرب يا وحكبر تير هي قلبك الحياة إن يكون ولادان والعمل إن كشقيان هناك هلك وحكبر تير وأنا كصنقون أي بدنا يجعليه يا معي هلا وهلا نور بكيريان وهاي كيري تشسيد بكيريان شرعي بلا سينيا نور في عنو كيريان أمني بكيريان سياسة هم بوبرنا بنانايا أقوم بكيريا حرية بكيريا يبنى حاجين تهلكم تعالى يحق حق اشتنك عرية أقول ورد ماشي نولبو ما هين غابا بنك صبحان ورقوفك المستبع أقولنا يابا ورد ماشي ما لغو نغضو ما هين هل عباء هايدة ما لسكو أوتو لسكو عنايو أي هايدة مراقية رساني نقام الدائي وابو اللوب يا ماشيس ماشي سكو اللوب يا مركو صون نغضنا وكسي حانو بضنيا waa murku halkan joogay hadda dibaato balaa wax barashada la yaa balaa inuu barashada balaa yaa murka joogto wad roontay murka aad dikati maadan meel caafimaad qoto meel buqta timaado xamid dad baa qanaysa doona dib ugu yaa ayaan tuguri waxay dhiri galiyaan adduulada gurbiye waxay ku dhiri galiyaan dowladaha reer galbeed atullaaba ardayda almuslimiin ee muslimiinta almutamayizina kuwa ugu sareeya ee ka sareeya ardayda kale bil baqayn joogan wal amal ka shaqeeyaan hunaak halka ardayda way eegan yaani rag psychology iyo hambartay baa ya joogayeg waxa ardaysa soo isugu gelinayaan ku khatarta ah ee dhanba urursanayaan hoos ay ka xariiqanayaan si gaar ah ula soconayaan waxaan wax barasho lagu seenaya waxa lagu ku free dhaqaale lagu seenaya shaqadaadu waa diyaar waxba hanuqonin markii hore way si ilaashanayaan isay gashanayaan inta wax abuur leh inta wax ay dirayaan cilmi baaris u dirayaan dadku waxba u diraan markii bay ogaadaan iyagu qof walba hadal ku kuunaysan yahay dabadeedna way la soo baxaan waxaan isku joogaynaa tagin قال بنا أخوهين وكيف هذه سنية أربعة يساهموا وهكذا يبقى تان العلماء وقويهن ك المسلمون المسلمين تاهي في بناء الحضارة إن الإنسان البحر ماذا البحر ماذا والتكنولوجيا هرمك ما أنت لا استعمالها الغربية يا رجال بيت الحديثة العصب يا ديال كوه كامل يان تلك المسلمين تاهي وقويهن كذا كيف قاتها فهو كيف قاتنا يا العلم تولي بيكون بحنا يان ما أمر بأوصى ما يستين marka qofka nolosha lagu adkayay meel uu ku noolaado waa iyagu u gelaya danta u geeyaysa dadna inuu ka faa'iideysanayaan waxay sameeyaan dad hal abuur leh oo fikradaha loo dhiibo marka waa soo saar wax laga yaabaa fikrada ay kuwa muslimiinta soo saaraan inay yihiin kuwa ugu badan ee ka faa'iideysanayaan iyagu ee martay waxa de ninka inaga dareegay inay daalayna adiga hadda soo noqonay ee maxal maxal faa'iideysan ba hadii ilaahay tuu xisb dilayaan bali labada ma jiraan ee khamsa al ulama al muslimun dadka أقويهن كمسلمين تهاي غير سعداء كم فرح سنة بالعمل إلى كش قيان خارج بلادهم ودن كذا مالك بحسنوا دبدة ما شاء الله إن بدنا أقويهن ك ما رزق مركا كواز واقف يدعى تلد لغيره السنة أنت بدن وشوازن كثير ثالث التعبير الكتابي وثاني التعبير الكتابي وإمكا وهل أبور أم عرس قراءة تذيب واحد أعد كسوع على قراءة النص إن النص كتبه أخرده نص كي أما هذا الكي نص هو هذا الك هذا كاسم بوكالي وبوكالي هجرة العقول وحيانك عقلية دي قراءته وحيامين أي كحيامين دلك مسلمين تأي دلك سوكرية أيو حيامين دلك رجال بيتك أمريكا يوروبا الوارد نص كاسم بوكسو أروك قرنا في صفحة 119 حاشد بقولي سألتهم تدبو إيك تبعنا النص كي تدبو أخري وقوم واحد تبعنا النص ما يسأ أدوك مركز أخرده بتلخيص إذا تصوقبته في دفترك بوجا خصوقب بركان. أنت هدي وآخر ذلك يعني ما كسب حني ويا يعني. أتصير في عروس عم تصوقه حضه. وأطلع لما يسمع عن هيسة. صوقب بوجا كقر في دفترك بوجا عادي وقر. إيه راق كابن. ومعنى هذا ملك روسية هاي كسوسا. وحصوص أورس في ما لا يقل هذا الآن كيرين عن 150 كلمة. بقول يكون تن إيرين وأنا نكيرين واحد قرص عاج. ولو توبر يا لقدي بقول يتو كنتن كلمدود اما اري ان كير وايل لين قنين مستعين واحد كاسه تابع عناصر التاليه عنا هل كدغيده
iyo maartay cinwaanada anaasir qodobada oo qodobay qodobadan kaasho soo socda oo ka hadal waa lagu ila bixinaya saad u hadlayso maxaa ma kor ka hadlaysa al bilaadu taariidatu lil ulama horta waxaad ka sheekaysaa wadamada eriya aqoonyahanka ee laga yaaco maamul xumo iyo dhaqaale xumo iyo siyaasad xumo iyo nabadgelyo xumo talaadeed culimmadu uga yaacaan ee barasaarta culimmadooda horta kuwa ka hadal waxaa lagu qortaa albilaadu ljaadiba wadamada soo jiita lilculamaa aqoonyahanka ee maxaa kusoo jeedeen nabadgelyo wanaag maamul wanaag siyaasad wanaag iyo dhaqaale fiican u yaala ay kusoo jeedinayaan waxaa ka hadashaa marka saddexaad daahiratu hujjatu lculamaa dhacdada ah daahira wax soo ifbaxa asalkiisu dhacdada ah inay barakacaan aqoonyahanka alcarabi ee carabta ahi ilalgarbi inay reer galbeedka u yaacaan waa wax jiree iyadana ka hadal adduwal lgarbiya dowladaha reer galbeedku tastafiidu way ka faa'iidaystaan meel cuquuli garaadka iyo aqoonta alcarabiyati ee carbeed almuhaajirati u hayaamay ilayha iyada markaaba macalimiin bay ka dhiganayaan oo dadka aqoonta dadka u dhigay ka dhigayaan markaa waxaa ka dhigay dad warshadaha ka shaqeeya ka dhigayaan markaa waxaa ka dhigay dadka cilmi baarista sameeya ka dhigayaan way ka faa'iidaysanayaan iyagu qof waliba halku ku haboon yahayna way gelinayaan wuxuu doonayna way siinayaan alcuquulu lcarabiyatu garaadka iyo aragtiyaha iyo caqliga iyo aqoonta isku milan iyo waayo aragnimada isku dhex jirta ee alcarabiyatu carabtu ay leedahay ee u barakacday reeraha dowladaha galbeedku laa tarjicu ilaa bilaadihaa waddankeeda dib uguma soo noqonayso oo ilaa ay kusoo noqdaan ma hayaan taana ka hadal waxaa kusoo noqon lahaa baana arkaynay ihtimaamu duwal lmutaqadimati waxay dadaal badan ku bixiyeen dowlada horumaray ee maraykan iyo yurub iyo ugu horeeyaan waxay ku dadaalaan bilcilmi walculamaa aqoonta iyo aqoonyahanka labadaba u ilaashadaan aqoonta ee adduunyadan ay ku hagayaan iyo aqoonyahanka aqoonta soo saaraba way ilaaliyaan waana ku dadaalaan oo dhaqaalaha ugu badan bay geliyaan asbaabu hijrati lcuquul waxaad ka hadashaa kale sababaha keena inay qaxaan aragtida oy hayaamaan oy geedi galaan aragtida iyo caqliyada alcarabiyatu ee carabta ka soo jeeda ilalgarbi reer galbeedka inay tagaan maxaa keenay dadka aqoonyahanka ee aqoonta ugu sarraysa barta inay ka yaacaan dalalka maaragtay carabta oo ay u qaxaan dalalka reer galbeedka oo iyagoo weliba baryaya oo weydiisanaya nabadgelyo siyaasadeed waa dhibaato kakala soo daristay dalkoodii ayaa keenaysa xirmaanu duwali waxay waayeen dowladaha alcarabiyatu ee carabta ahaa oo aanay waxba ka haysan min cuquuli abnaayahaa dadkii iyaga u dhashay caqligoodii aqoontoodii iyo aragtiyoodii waayo aragnimadoodii iyo horumarkoodii midna waxba kama hayaan waayo ka yaaceenba maba joogaanba inta badan sababahaana ka hadal dabeedna hadal waxaa kuu soo baxaya kooban oo macno samaynaya albilaadu lcarabiyatu wadamada carbeed iyadana ka hadal allatii kuwaasoo yuhaajiru minha ay ka tagaan iyada alculamaa dadka aqoonyahanka baqla kaasha wadamada carbeed ee aqoonyahankoo dibadda u yaacaan maalan kuwii digteertaradu ka tirinaya sida caraaq oo kale aad ogeyn saddam xuseen sida mulki khadaafi oo kale waad ogeyn sida suuriya oo kale wax alla wax aqoonyahan koos noolan kara ma jiran way ka yaacayeen imanka dalalba ma jiraanay way ka qaxayen mid waliba wuxuu jaaniska u horeeya ayuu lahay ilaahu meeshaa manuu dhiga saar qaar baa naxash lagaga saaray naxash oo laga dhigay meyd la soo aasayo si kale markii loo saarkaro haddii la saarana waa la dilayaa hadduu noolaadana jeelbu ku nool yahay wuxuu ku nool yahay ma jirto waana brofeseer meeshuu taagaba iftiimanaya oo ilaynaya iftiinkana waa kala diidayo sia markaa loo horumaraya horumar lama helayo tadiibtaani layliska labaad uktub waxaad ku qortaa fii daftarika buugaaga mawduucan arrin ku qor mawduuc arrin ku qor bicinwaan halkudhegiisu yahay waa maxay halkudhegiisu limaada yuhaajiru maxay u barakacaan alculamaau dadka aqoonyahanka ah almuslimiina ee muslimiinta ahay ilalgarbi maxay reer galbeedka u tegayaan waxaa ku kalifay dan xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha iyo xagga bulshada iyo xagga nabadgelyadaba isugu jira ayay u baxaan fiimaa laa yaqilu waxaad ku qortaa markaad ka hadlayso wax aan ka yarayn can mi'atay kelimatin laba boqol oo eray waananu ka yaraan hadalka aad qoraysa mawduuca ku saabsan mustaciina waxaad kaashataa oo aad eeg waxaa lagu siinaya ru'uusul aqlaam waxa la yidhaha barbilowga aad ka bilaabayso waxaad kaashataa bilcanaasiri taaliya qodobadan soo socda oo aad ka hadlaysa marka hore waxaad ka hadlaysa marka u horeysa dowru lculamaa kaalinta ay ku leeyihiin dadka aqoonyahankiihi fii binaa'i lumam dhismaha ummadaha marka la dhisayo ee la horumarinayo aqoonyahanku halkuu kaga jiraa aqoonyahanku soo kahagaba maaha soo qorshahaba ka dejiya maaha soo ka dadkaba ku shaqeeya maaha dadku miyay arkayaanba horumarka haddaan aqoonyahan jirin oo aanu marka hore sawirkiiyo khariidadada soo dhigin oo aanu dariiqa caddayn la mari doono tanaafusu duwali waxay u tartamaan ufirsaalka waxay u tartamaan
دولتها الغربية تي هيك البيتكو في جذب العلماء سوتشي دشلا تذكر أقويها كأ من كل أنحاء العالم كيما الدنيا الدافئة دي تعلي دو أورن ميو كيما دو قاردها أورن منك أقويها كأي قاطعي دو واركو ترتمان با سكنكو بدل الأسبوع يا صومالي إلهي بل يسنيا ساسو كيو يسن أقويها كأيو ميو مدى بوطونا با هاو ميو قارد الدنيا كيما دو iyagu aqoonta ixtiraamaya iyo qofka aqoonta haysta waan waxa adduunka maanta ku maamulayaan ama annahnu ay dowladaha ku qabsadeen adduunka ilaah baa maamulaya waxa aad kaloo ka hadashaa asbaab hujrata ulama sababta keentay ama sababaha dhaliyay in aqoonyahan ka kacaan ka barakacaan mid duwaynaamay dowladaha soo kariyay dowladaha la yiraahdo waxa looga yaacay iyadana iyagana ka hadal oo ay kamid tahay sababo xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo cilmiga laftiisa baa qillatu ihtimaam dawli waxa ka dhasha yaraanta ay yartahay daneynta dawladaha al-islaamiyati islaamiga ah ay daneeyaan fi culimaha aqoonyahankeeda waxba kama soo qaadaan ba cadawaabey war kaan ba cadawaabey war kaan ba waxa weeye yani halka oran jiray yani dhaktar mu'arada gulwadan oo galbaan noo dhaama oo kale anaga haatiin sax yaan daba socdo ma noo eeganaynaa yaan hor socdo kacaan ku dheereeyo dooni meeyne nin naga aragti horeeyo ma dooneyne nin daba socdaan dooneynaa weeya oo ila faatirina ila ma haatalisa anaga nayda ayan dulina waa mushkilada muslimiinta maanta ay haystaan arkaysan atasilatu hawl fudaydin ekada atasilatu hawl fudaydinta allati taaso yajiduha ay helaan al-ulamaa muslimuun علماء المسلمين في الغرب مركز رجال البيت كتجان يعني مركز هي تجان يورو ما يهران هول فضيدين أن تحصل كلاهين بالهلية مركز بس ينسيه ده لسنة أرطة علماء واحد هاي المركزنا أمانين فرنسا أمانين واحد هاي بريطانيا أرطة مركز مركز لبعض الناس شقدي كده لسنة مركز لبعض الناس يعني ماشي دقي مركز لبعض الحلفاء اللي بريدون ما حد دوري سوى علماء دين تعلم ماشي تطلع كود الحس جينا علماء نور كل جلية dalanna mi soo noqonaya usluubaya soo noqonaya balaay balaay Allah lugta jeel buu ka fakadeen ala daraaro dhibaatooyinka almaadiyatu ee dhaqaalaha ah ala si taaso tusibu ku dhacda adduunka islaamiga dawladaha islaamiga ah ku dhaca ee xaq dhaqaale burburka ku yimaada bisababi hijrada culimaaha markii ka barakacaan dadka aqoonyahan ka dadka aqoonta ay soo xaro dhaqaale burburka ku yimaadana ka hadal ilaa dadka dhaqaale xaq ilaha ee ilaalin laha ee horumarin laha way ka tageeyeen تانك هذا دباتك سوق على مركز علماء البحر الدلالي حقا قال وسائل الدول الإسلامية والدول كأي مركز ران دولتها إسلام كأهي للمحافظة تسوي الأليان على علماء هي أقوياها كذا والله أدخلت كهذا سابق ليه هاي سيد كل عكر تعددك دولتها إسلام كهاي استا هي دولت اللي ما دار أقوياء عقل معنا السمينة يا وأي كل الأليان تدكودن كهيا كو وين السياسة ده جاتيا وين مملكة توسيا وين البقرية أكيا وين دقارة جاتيا عدالة وأنا لسا marka intaas yimaad ixtiraam culimada cilmi waan yimaada marka si macna sameeyaa dadku ay ku nagaan karaan dalkooda intaas yimaad cid ku nagaan sameey jirto wala iska hayaamay al mushkilat waxa weey dhibaatooyinka allatiitu yuwaajihuha ay la kulmaan taana ka hadal al muslimu dadka al culama al muslimu dadka culamada ah ee aqoonyahan ka muslimiinta ah marka tagaan kharijka biladihim dalkooda dalal ka baxsan dibada ay tagaan ay dhoofaan maxay dhibaatooyin la kulmaan waan soo maray dibaatay madu meeso mar xaq cibaada kasoo cibaada dibaato kasoo gaadha dhaqanka kasoo gaadha akhlaaqda kasoo gaadha dibaatooyin badan baa ku yimaada oo xaga ifsaadku u badan yahay iyagii ubadkoodii oo riyo ubad dibaala kulma laakiin xaga naftooda iyo amnigooda iyo siyaasadooda iyo xuduudu waa waxay ku wareegayaan meel xalqan furaqa meel aanay wax ay tarasanayaan oo lafahooda muujinayaan waxba kama dhaliyaan waxa ay ka faa'iideysto kuwa u tagaan iyana nabad iyo nolol bay helaan oo isku dayasada isticmaalada dawladda soo cushiga dawladuhu ay soo cushanayaan al-islaamiyati islaamiga ka hadal li culamaayahan al-muhaajiriin aqoonyahan ka ka barakacay si uu soo cushan kara waa wada dheer taasi in ummada wax qancaya oo aqoonyahan ku soo noqdaan in la abuuro wax u baahan muddo u baahin qawaadu luqa haddii waxa ka qaadanayna qawaadada xagga luqada qawaadada luqadu waa maxay al-fi'l al-mujarrad wal-mazid fi'lka mujarrad ka aan ziyada lahayn iyo ka ziyada lagu daray أم الأمثلة واتصاليات أدرس برا والله حد أفرس الفعل فعلك وحقوق يسوع إما مجرد إنه يهمد أن زيادة القدرين
وإما مزيد إن وحل قدره والمجرد كأن وحل قدره ما هو فعل كان ذيته جميع حروف في حروف صورمي أثلية تلميذ أصله سي الله قدره سي أثل كيد أبور كيد هو رقصوا وزيادة القدره وهو يسوق نوع عن لبوك لبها 31 مدوحة ويه وفعل مركه ورصة حرفة أثر بحضة واتا فعل كل لح أمك وحكوك بيها أفر ثلاثي يرباعي يخماسي استاس مرافو أما صد حرف بأبوية أفر حرف بنقضة شنو نقضة لح نو نقضة لح مرافو صد حنا كما شرافو وانتا هدو وقع بسا مجرد يمزيد هدو مجرد كا أيا أكرا بحالة ثلاثيون مدوا صد حرف وهو ستة أوزان لح ميزان بوليه وفعل يفعل يفعل إيه مارت فعل أو مع مدارع هذا ما كنا قطعه فوق يسألون فتح يفتح وفعل يفعل كاز وحكوا حجة ضرب يضرب وفعل يفعل وحكوا حجة كرم يكرم أما أن الله فتح يفتح ده هو تفعل هذا ما ينو فتح يفتح أو فعل يفعل نصر ينصر أو فعل يفعل وفعل فعل مدارع هذا يفعل نقضي فعل مدارع هذا يفعل يهي هي ضرب يضرب فعل يفعل وفعل مضارع يفعل يهي وعكو حجة كرم يكرم وفعل يفعل يدنا يدو كاسم يكوت ما ضاع وعكو فرح يفرح وفعل يفعل وفعل مضارع يفعل يهي حسب يحسب وفعل يفعل وفعل مضارع يدنا يفعل يهي وثلاثة واللحدة ميزان بنقطة اثنين رباعي بالنوا أفر حرف بركه رو أفر لوي وله وزن واحد هل ميزان بيسقول لي هاي وما هي وبرهن يبرهن فعل لا يفعل له برهن فعل لا يفعل له برهن يبرهن برهن هو واحد عديس برهن سميسو يحجو ومزيد الثلاثي كم زيادة ثلاثي جلسة حرفها هي وهو يسقون ما زيد وواحد لقدر على حروف الأصلية حروف تسي أصل كأحيد حروف لهم كأحيد أي حرف لقدر على حرف وأفر بنقضي أو أكثر عما إنك بدل هدي لا بل لقدر اسم بنقضي هدي سدح لقدر اللي حول نقضي مرة في أنتها ثلاثة أقسام سدح بوكلا بحاء واحد بزيد بحرف مدخل قطره الهمزة هذه همزة قرر قطره أنا أقدم يعني وقطر الله سامو أمو هرو مري الألف هذه لقطره ألف همزة ألف وقطر قرنيسا كرها بنوها هم وألف كحركة سنو همز وما حمل كأقدم همزة لقطره وقدم أبوها مر كهري أقدم مالي الألف كاتب كتب أبوها ألف بالقطره كاتب من نقطة التضعيف من نواشد وحرف في أصل قال الله بالله بون قدم أبوها وأسلا يستقون قدم بالله نقطة فعل بالقنية اثنين مزيد بحرفين من الله على قدر الهمزة هو النوم من همزية النوم على قدر إن كسر أو تشوي ويا كسر أبو مركي وراها ألف النوم على قدر همزية النوم على قدر إن كسر أبو دبنا نقض الهمزة هو تاء همزية تاء على قدر اعترف هو قون صدع يعني عرف هضوها اعترف على قدره هو قون صدع الهمزة هو تضعيف من دوحة ويا همزية شد إحمر وعسى ويا يعني هذه حمرة أها إحمر أبو نقضي وبحال قدر الهمزة ظهرة يسأل شد كذا تمر أتاول الألف تاي ألف على قدرة تقاسم وقيبسدين هذا قسم وقيبيها تقاسم على تعطي ألف على قدرة تفاعل من قدرة تفاعل كنوا إحمر وإفعل أتاو وتضعيف على قدرة كرا تاي شد على قدرة كرا سو قدم ما يهين تقدمه وخرم ربالون أمركا وتفاعل ثلاثة مزيد بثلاثة أحرف من ست حرف على قدرة الهمزة والسين والتاء وعلى قدرة همز يسين يتاء وإنت أسكى على قدرة استغفر بالي تمدافع له ويدسني وواحد كان ضرب هذو غفر أها إلى هو دم دافع استغفر الله أني أدونك بدم دافع ويدسني ترى هذا معناه إيش بدل محاس زيادة لو كان هي مركز توزيع لك أنا معناه إيش بدل هي معناه عصبة إيمانية الهمزة والواو تضعيف مرة واحد على قدرة همزة يو يشد وحول إحلولا وافعوا على إحلولا مع مركز زيادة واحد زيادة الهمزة والواو تضعيف إحلولا إمكم تضعيف كتير محيه همزة وزيادة وطور رئيسة وقول وزيادة هذا تضعيف الموسى والله بضل الله يعني سوش الدنيا إح لو لا رب الله رسولك مثلا هذا تضعيفه واللي قلت يا تضعيفه بس كل شيء ليها أول معها رب حرفه اسمه إذا بأكتر وياه اللي والله بالله أبونا الهمزة والألف وتضعيف وحلى قدرة ألف همزة عند هذا هي ألف كحركة اللي هو همزة كش ألف في نواك ريبان وتضعيف يشد إخضار رب الله نيه إخضار وما حمرك هو همزة ظهره وألف قد يخال الشد كده سد حساب كده ترى الهمزة والواو المضاعفة يمكن هو همزة وو لشديون هو صدح همزة وحكوجرة الهمزة والواو المضاعفة والله وحكوجرة مايا وحكوجرة صدح همزة يوو لبنا لبنا والله بقى وحنا إجلو وذا إجلو وذا افعوا ولا تسامر كصدح حرب كوجرة ومزيد رباعي قسمان
كأفر تها وحلو قدر ولا بقى يبطل مركور مجرد تيسو أفر بوها لا بقى قدر لا بقى النقطة واحد مزيد بحرف من حرف كله على قدرة أتاه في أول بلغة أتاه على قدرة تبع عثرة ولا تبع على لا بقى النقطة اثنين مزيد بحرف من لا بقى قدرة وسداسي بقى النقطة مركا الهمزة والنون إف ق إف رنقع بلنا وإف عن للا إف رنقع إف عن للا الهمزة تضعيف بقى مرها على قدرة همزة يشد إقشعر وحرر إف على للا إف على للا مركوها محي لبضة مارتي حرف محي كريم مدوه همزة ظهر منوه هذا شد كده أو مارتي لبضة في أوض بدحانة ساسي يعني ميزان والله أعلم يسوى بلها توفيق.